ومن داخل الصعيد وتحديدا في غيط سوهاج. لا يا نوح، أنا مش هلعب وياك. لا يا رقي، أنا زعلتك في حاجة؟ لا يا نوح، أبوي قال لي ملعبش وياك عشان اللي عمله عم رضوان في عمي سالم. بس أنا ماليش دعوة يا رقي، أنا ما عملتش حاجة. خلاص يا نوح، أبوي لو شافني واقفة وياك مش هيحصل. طيب يعني ايه يا رقي؟ يعني مش هشوفك تاني؟ مع السلامة يا نوح. فلاش باك من كذا يوم لما كان رضوان أبو نوح كان بيتكلم مع ابن عمه حسن أبو رقية اللي أخوه راح وافتكره إن اللي عمل ده رضوان. بقى صدقت يا حسن ابن عمك يعمل كده في اخوك؟ طب بلاش سلة القرابة اللي ما بينا، تصدق ان صاحب عمرك يعمل كده؟ ايوه يا رضوان صدقت، لان البلد كلها عارفة ان انت طمعان في حتة الارض اللي على الطريق اللي كانت بتاعت اخوي. بقى تصدق عليا انا يا اخوي ان اطمع فيك او في اي حاجة تخصك او تخص اخوك الله يرحمه؟ ما تقولش عليا اخوك، انا مش اخوك، اخويا راح خلاص، وان كان ليا اخ تاني فبايديا دول هتصرف معاه. رضوان بمفاجأة، يعني قصدك ايه؟ عاوز تخلص عليا انا كمان يا حسن؟ انت عارف كويس ان انا مش هعمل كده واصل، عشان كده بلغت المركز وهي تتصرف وياه. انت عارف زين ان المركز هيطلب دليل وانت معكش اي ادله تثبت ان انا اللي عملت كده، وربنا يعلم ان انا ما عملتش كده واصل. كفايه كلام، ربنا عز وجل هو المستعان، هو اللي يجيب لي حقي وحق اخوي وحق ابنه كمان. لانا واقف قدامك اهو يا حسن، لو عاوز تاخد حقك خده مني دلوقتي. بص حسن الناحية التانية وما كانش عارف يعمل ايه، لان ان كان سالم اخوه اللي راح فده رضوان ابن عمه وصاحب عمره. وكان مر رضوان وقال له ايه يا حسن، بص لي هنا، انا قدامك اهو بقول لك خد حقك. بيني وبينك المحكمة يوم الثلاث يا رضوان، ولو ما جابتش حقنا يبقى تسيب البلد كلها، انت وابنك ومراتك واللي هتتحسر عليهم. الحسن كلمته ومشى وهو متأثر. اما رضوان كان واقف بيبص عليه وكان قلبه متأثر اكتر منه، لأن ما عملش حاجة ومش ممكن يعمل كده أصلا. ويعدي كذا يوم لحد ما جه يوم التلات وانتهت المحاكمة ببراءة رضوان لعدم وجود أي دليل. وساعتها أمر حسن بنته رقية إن هي ما تلعبش مع نوح تاني، وهو دلوقتي في انتظار إن هما يمشوا من البلد كلها باك. وفي الوقت ده كانت روحت رقية على البيت ودخلت أوضتها من غير ما تكلم حد، وقعدت مع نفسها وهي مش قادرة تتمالك اللي بيسقط على خدها بسبب ان باباها منحها ان هي تكلم ابن عمها رضوان اللي كانوا على طول قاعدين مع بعض، وهي كانت بتلعب معاه من صغره لحد ما كبر قدامها، بس هي لسه فضلة صغيرة. وفي الناحية التانية روح نوح بيتهم ولقى البيت متشقلب وفي شنط متجمعة، فاستغرب من المنظر وبدأ ينادي عليهم. يا بوي يا امي فينكم وايه الشنط دي؟ طلعت مامته من المطبخ وقالت له انت جيت يا ولدي؟ ادخل خد لك دش وجهز نفسك عشان هنمشي بعد الغدا بإذن الله. هنمشي؟ هنمشي نروح فين يا أمي؟ وفي الوقت ده دخل بابا من بره اللي رد عليه وقال له هنسيب البلد كلها يا ولدي، أنا خلاص كلمت خالك سمير وهنروح عندهم البلد وهنعيش هناك بإذن الله. نوح بمفاجأة، ليه يا أبويا؟ ليه هنسيب بيتنا وأرضنا وبلدنا؟ أنا قلت اللي عندي خلاص يا نوح، روح جهز نفسك عشان نتغدى ونمشي. وقف نوح وما قدرش يتكلم ولا يرد مع بابا ولا يجادل، لأنه هو حاسس باللي هو فيه، بس في نفس الوقت كان متأثر لأنه هيسيب رقية. وبالفعل اتحرك من مكانه ودخل أوضته وشوية وطلع ولقى الأكل محطوط، ولقى مامته بتقول لبابا والبيت جاهز يا رضوان على كده ولا لسه هنجهزه؟ جاهز يا منوح، أنا كلمت سمير وكلم واحدة تنضفه. يابا أنت لحقت إمتى تشتري بيت وتجهزه؟ بس ده بيت أمي يا ولدي رحمة الله عليها. لو تفتكر أنا قلت لك قبل كده إن أمي كانت سرية ورثت حاجات كتيرة، الله يرحمها حماتي، كانت طيبة وأميرة وبنت أصول. آمين يا رب يا منوح، وربنا يوقف معانا ويوقف لنا ولاد الحياة. خلصوا الغدا بتاعهم وطلعوا الشنط للعربية وكانوا لسه هيركبوا ويمشي، وقفهم نوح. استنى يابا، أنا في حاجة لازم أعملها. يوه يا نوح، أنا مش قلت لك جهز كل حاجة قبل ما نمشي؟ معلش حقك عليا يا أبوي، في حاجة مهمة بس لازم أعملها. ماشي يا ولدي بس ما تتأخرش علينا. حاضر يا أبوي مسافة السكة. دخل نوح بسرعة على البيت وجاب حاجة من جوه وبسرعة طلع تاني لحد ما راح في منطقة فيها شجرة كبيرة وخبى تحتها ورقة، لأنه عارف إن الشجرة دي بتقعد عندها دايما رقية وبيلعبوا تحتيها. خلصت يا ولدي؟ أيوة يا بوي خلصت خلاص. طب يلا نمشي. حاضر يا بوي. ركب رضوان العربية، أما نوح كان بيبص لبعيد مكان ناحية بيت رقية وهو بيقول لنفسه رجع لك تاني يا رقية ومش هسيبك، بس يوم ما رجع لك هتكوني مرتي بإذن الله. قال كلمته واتحرك للعربية
وخلاص كانت متجهة عيلة رضوان لبيتهم الجديد. أما عند رقية اللي كانت قاعدة في أوضتها، نزلت لباباها وقالت له: يا بوي أنا عاوزة أروح الساحة. من عيوني يا رقية هوديكي، وكمان هخليكي تروحي بعدين لوحديكي كمان طالما نوح راح من هنا. راح فين يا بوي؟ سكت حسن للحظات، لأن إن كان نوح راح فصديق عمره راح معاه، وكمل وقال لرقية: راح مطرح ما راح يا رقية، أنا عاوزك بس تعرفي إن نوح ده مش حلو زي أبوه. بس نوح طيب يا بوي. لا مش طيب يا رقية، وما تتكلميش عنه بعد كده، وخلاص نوح ده تنسي نهائي. اتأثرت رقية بكلام باباها وقالت له عشان تطيعه: حاضر يا بوي. أيوة كده خليك مطيع عشان أخدك للساحة. وبعد ساعة طلع حسن ورقية من البيت، وكان معاهم خالد ابن أخوه اللي راح عشان يغير جو هو كمان، لأن والدته من يوم اللي حصل نفسيتها كانت تعبانة. ووصلوا كلهم للساحة، أما رقية سابتهم واتحركت شوية ناحية الشجرة اللي كانت بتقعد دايما عندها هي ونوح، بس بتتفاجئ بالورقة الموجودة وبتبدأ تقرأ فيها وهي مش قادرة تتمالك اللي بيسقط على خدها، لما بتسمع صوت نوح في الرسالة وهو بيقول: ازيك يا رقية، لو انت لقيتي الورقة دي بعرف ان انا مشيت خلاص، لان عمري ما هنسى اليوم النهاردة 25/7، بس انا هرجع لك تاني بإذن الله. رجع لك عشان نفسي حقك حاجة اعملها وياكي، وساعتها هجيب حق ابوي واثبت انه ما عملش كده، ودعواتك ليا ان ربنا يصبر قلبي عشان اتمنعت عن حاجات كتير انا بحبها هني. مش قادر انسى كلمة ابويا اللي بترن في وداني اني ملعبش معاكي تاني، بس لما ارجع بإذن الله محدش هيقدر يقول لي لا معاكي. خلي بالك على نفسك يا رقية، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. قرأت الرسالة وهي مش قادرة تصدق خلاص إن كل حاجة ما بينها وبين نوح انتهت، بس لسه عندها أمل إن هي واثقة فيه إن يرجع في يوم من الأيام. وبعد كذا ساعة عند نوح وصلوا للبيت الجديد في البلد الجديدة اللي كان في انتظارهم سمير خاله. يا مراحب يا مراحب، نورتونا، منورة بأهلها يا خوي. حضن سمير أخته وقال لها: اتوحشت الجو يا خيتي. وانت كمان يا خوي اتوحشتني جوي. قرب سمير من نوح وقال له: ايه يا نوح، مش عاوز تسلم على خالك ولا ايه؟ لا يا خالي، ازاي كيفك وكيف حالك؟ كبرت يا واد ما شاء الله، وجربت تبقى طولي. لا يا خالي انت الاكبر برضه. امال يا واد لو ما كانش 5 سنين الفرق بيناتنا كنت قلت ايه؟ 5 سنين برضه كتير يا دكتور، انا عندي دلوقتي 15 سنة وانت عندك 20، يعني بقيت في العشرينات، يعني عجزت يا خالي. هو مين ده اللي عجز يا واد؟ هو انت شايف شعري وجع ولا اسناني اتخلعت؟ ما تقلقش يا خال، هانت كلها كام سنة وشعرك يبيض. اه يا ابن المؤمنين، وانت كمان هتلحقني على طول. كانوا بيتشكسوا هما الاتنين مع بعض، وهنا وقفهم رضوان وقال لهم: بقول لك انت وهو، بدل ما انتوا واقفين كده تعالوا ساعدونا. سمير ببسم حنونة: حاضر يا رضوان، من عينيا التنين. تعالوا بقى اعرفكم شوية على سمير. سمير بيحب رضوان جدا، لان ام رضوان كانت من نفس القرية، واهل سمير ومامة نوح كانوا من جيرانهم. ولما راحت مامتهم قالت له قبل ما تروح ان يخلي باله على سمير ومامة نوح، لان هما كانوا عايشين لوحدهم وملهمش حد. وهنا قرر رضوان ان هو يتجوز، وكان بيدور على عروسة، وصلى استخارة في موضوع الجواز، وكان ساعتها عنده 21 سنة، ومامة نوح فوزية كان عندها 16 سنة، وسمير كان وقتها عنده 4 سنين. وفعلا اتجوزها وربى رضوان لحد ما بقى عنده 18 سنة، سافر وسابهم ودخل الكلية. وفي البيت عند رقية كانوا كلهم متجمعين، بس قررت أسماء مرات سالم اللي راح قررت إن هي تقول لهم حاجة تفاجئهم كلهم. أنا عاوز أقول لكم على حاجة. خير يا مرات أخوي؟ أنا هتجوز خلاص. أنت بتقولي إياه؟ بقول هتجوز، أنا لسه صغيرة وده حقي. هو إيه اللي حصل في دماغك؟ أنت لسه في العدة ولسه ما كملتهاش، وابنك أهو موجود. والله أنا قلت اللي عندي، ابن خالتي ساب مرته وهيتجوزني، وابني هسيبه لكم طبعا عشان تربيه. مش انت عمه ولا ايه؟ انا عاوز افهم انت بتقولي ايه بالظبط. هو مش ابنك انت كمان؟ انا مش باخد راجي حد، انا بقول اللي هيحصل. يا شيخة اتقي الله، واعمل اعتبار لجوزك اللي ما بقالهوش شهر ورايح. ليه؟ هو انا اللي عملت فيك ده؟ لا ما عملتيش، بس المفروض ان انت دلوقتي في فترة العدة، يعني محدش يتقدم لك، ولو حد ريدك يبقى يعرض عليك بالكلام من بعيد لبعيد، مش يتكلم بصراحة ويطلب يدك وانت جوزك لسه فايدك من كام يوم. بقول لك ايه، انت مش هتعلمني، انا ما بعملش حاجة مش صح. انا اللي بقول لك ايه، انت تلمي حاجتك من هنا دلوقتي
وتاخدي بعضك وتطلعي من هنا وما اشوفش وشك تاني وابنك تنسيه. كان بيتكلم معاها وهو صعبان عليه حال اخوه اللي ما كملش شهر ورايح، ومراته واقفة وهي بتتكلم بالطريقة ديت، وبتلبس لبس ما يرضيش ربنا عز وجل، وكمان بتحط حاجات في وشها من اول يوم راح فيه. واثناء كلامهم بيتفاجئوا بحاجة خبطت على الارض. وهنا تكون انتهت قصتنا النهاردة يا احلى اخوات، اتمنى تكون عجبتكم. يا ترى ايه اللي حصل ده؟ ان شاء الله هنعرفه الحلقة الجاية. ما تنسوش بقى يا احلى اخوات، لو عجبتكم قصتنا بنستلزمكم تضغطوا لايك وتقولوا لنا رايكم في التعليقات، ولو ما كنتوش مشتركين في القناة تشتركوا فيها وتنورونا. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام عشان تاخدوا حسنات، وتجاوبوا على السؤال. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس بيتفاجئوا كلهم بخالد اللي وقع على الارض، فبيجري عليه عمه وبيقول له لا حول ولا قوة الا بالله، فوق يا ولدي فوق. وفي البيت عند نوح وسمير اللي كانوا قاعدين مع بعض، وكان بيفرجوا سمير على كتب الكلية وبيحكي له قد ايه ان الكلية دي حاجة حلوة وان الناس كلها بتحترم المتعلمين. ها يا نوح، ايه رأيك تخش نفس الكلية بتاعتي؟ يا عم لا، انا مش عاوز ادخل طب ولا صيدلة ولا الكليات ديت، مش هواياتي. سمير باستفهام امال هواياتك ايه يا فالح؟ هو انت بتتريق عليا؟ لا والله، بس عاوز اعرف ايه هواياتك بالظبط. نفسي ابقى ظابط جديد من الظباط الجامدين دول. سمير بضحك عاوز تبقى ظابط جامد مره واحده؟ ايوه، عشان يبقى ليا كلمه وارجع ابويا بلدنا واتجوز. ومع كلمته الاخيره لمعت عين نوح لما افتكر رقيه والوعد اللي وعده لها. بقى انت يا عيل عاوز تتجوز؟ ايوه اتجوز، ده انت لسه جايل عليا كبير دلوقتي بقى تعيل، ده انت لسه جايل ان الفرق بيناتنا 5 سنين. ايوه انا قلت كده، بس مش تتجوز دلوقتي، لسه المشوار طويل يا نوح. انا عارف ان المشوار طويل، وادينا اهو داخل اولى ثانوي وهكمل وادخل الشرطه باذن الله. سمير بفخر بابن اخته، شاطر يا نوح، ما تسمحش لحد يقلل لك من احلامك. تعرف انا ولما كنت بقول اني عاوز ابقى دكتور كانوا بيقعدوا يتريقوا عليا، وادينا اهو دخلت طب وفي سنه تانيه بفضل الله، فما تقللش من حلمك. ان شاء الله يا خالي تبقى احسن دكتور في الدنيا دي كلها، ان شاء الله يا نوح. وفي بيت رقية جه الدكتور عشان خالد. طمني عليه يا دكتور، ابني ماله؟ ما تقلقش، هي وجعة خفيفة بفضل الله، واللي كان في دماغه خيطته له وهو نايم دلوقتي. تسلم يا دكتور، يعني هيبقى كويس بإذن الله. أيوة إن شاء الله ما تقلقش. تمام، متشكر يا دكتور. وصل حسن الدكتور لحد الباب، بس كان بيلف عشان يرجع لخالد لقى أسماء نازلة من فوق وماسكة شنطة في إيديها. جدع إنك لمتي حاجتك، اخرجي من هنا وما تعوديش لهنا تاني. ومين قالك اصلا اننا هدخله من تاني؟ يلا سلام. مشيت وخرجت من البيت بدون اي لحظة ندم. اما رقية كانت واقفة وشايفاها من بعيد وهي مش عاجبها حالها، وزعلت على ابن عمها خالد ودخلت تطمن عليه. وتمر الايام والشهور والسنين وتتجوز اسماء قريبها، ويتولى حسن تربية خالد اللي كان بيعامله احسن معاملة، لدرجة ان رقية كانت بتغير منه في الاول، لحد ما مامتها قعدت معاها وفهمتها ان ده ابن عمها وبابا روح والمفروض ابوها يحن عليه زي ما بيحن عليها، فبتسمع كلام مامتها. لحد ما بيمر 10 سنين، في خلالها بتكبر وبيبقى عندها 19 سنة، ونوح بيبقى عنده 25 سنة، وسمير بيبقى دكتور مشهور في مستشفى المدينة، وبيخطب واحدة دكتورة زميلت. ومش بس كده، وبتدخل رقية كلية الألسن، وبالرغم ان هي كبرت لكن بتفضل على براءتها. وفي اول يوم ليها في الكلية كانت ماشية ومش عارفة تعمل ايه. ايه المكان اللي عامل زي المتاهة دي؟ يا رب صبرني. كملت مشي لحد ما لقت مكتب مكتوب عليه نفس الاسم اللي مكتوب في الورقة اللي معاها، دكتور فؤاد الراوي. خبطت على الباب وسمعت صوت بيقول لها ادخلي. دخلت وسابت الباب مفتوح وكملت بكل براءة وهي غضة بصرها، سلام عليكم، ده مدرج دكتور فؤاد الراوي. كانت غضة بصرها وهي بتكلمهم، وما كانتش واخدة بالها ولا من الدكتور ولا من اللي قاعد جنبه اللي ما كانش قادر يمسك ضحكته لما قالت كده. وكمل وقال لها مدرج؟ لا ده فؤاد الراوي بنفسيه. وبعدين انت جايب شنطة الحضانة في الكلية؟ حضرتك بتقولي قصدي يعني ما ده المكتوب في الورقة؟ لا يا أنسة، البوابة التانية اللي جنب المكتب ده هو المدرج، هتلاقيها على ايدك اليمين.
هنا بس المكتب بتاعي. رقية بكسوف، تمام يا دكتور، متشكرة. قالتها ومشت من المكان. أما نوح ما كانش قادر يمسك نفسه وكمل لصاحبه وقال له انت بقيت مدرج ما شاء الله عليك، هي البت دي تعبانة ولا ايه؟ بقى في حد ما يعرفش ايه هو المدرج؟ خلاص يا نوح عشان ما تختبهاش، يلا كمل. سمير عملي تاني؟ ايوه صحيح، فكرتني، سمير مصمم ما يجيش معانا، وانت صاحبه حاول تقنعه لان الفسحة هتبقى جامدة بإذن الله. فؤاد وهو بيبص في الساعة، تمام يا نوح هبقى اكلمه، معلش بقى عشان وراه محاضرة دلوقتي. فيا فؤاد انت بتتكلم بالجدية دي كده ليه؟ ما انت نازل فينا هزار صبح وليل. لا بس عشان الطلبة ما ياخدوش عليا هنا. هو انت من الدكاترة اياهم ولا ايه اللي بتطلع بوز قدام الطلبة؟ بقى انت شايفني كده؟ طب بقولك ايه، شكلك جاي بهدوم الشغل، ما تروح كده عشان اكيد تعبان. ما انا مروح، بس قلت الاول اجيلك عشان اتكلم معاك بخصوص سمير، عشان نروح كلتنا ونتبسط باذن الله. لا فيك الخير، صحيح هتتبسط وهنتبسط كلنا ان شاء الله. يلا بقى اتكل على الله يا ابوي عليك لما بتجلب. يلا سلام عليكم. خرجوا الاتنين من المكتب وراح فؤاد على المدرج بتاعه، اما نوح مشى عشان يطلع من باب الكلية. وفي الوقت ده حست رقية انها عطشانة، فخرجت من المدرج عشان تدور على مية، وكالعادة تاهت تاني وما كانتش عارفة هي فين، لحد ما لقت حد واقف ومدلها ظهره وهو بيبص في ساعته، فقالت له يا اخينا يا اخينا انت. سكت نوح وهو مستغرب من الصوت اللي وراه، بس اعتقد انه مش عليه فما ردش ولا سأل. وكملت رقية وقالت انت يا جدع، انت يا جدع يا ابو بدلة ظابط انت. وهنا اتأكد نوح انه هو المقصود، فلف لها وقال لها هو انت بتكلميني اني؟ اي والله يكرمك، ما تعرفش اي مكان هنا في مية؟ ليه، حد قالك ان كل دير؟ لا معرفش. خلاص يا اخي انا متأسفة، انا كنت بسألك بس. سكت نوح وهنا اتأكد من براءتها وانها مش بتعمل كده بتصنع، بس في نفس الوقت كان حاسس ان في قلبه في حاجة غريبة ما يعرفش ايه هي، فبسرعة غض بصره عنها ومشى من قدامها. اما رقية كملت ببراءتها بحث عن المية. وبعد ساعة روح نوح البيت واستقبلته والدته بفرحة زيادة على غير العادة. ايه يا امي الفرحة دي كلتها اللي في عيونك، هو ده فرحي ولا ايه؟ يا رب يا ولدي افرح بك واجوزك، وبالمناسبة ديت انا فعلا جايبه لك عروسة. عروسة؟ من فضلك يا امي قفلي على السيرة ديت، انا قررت اتجوز، بس انا عارف هتجوز مين بالظبط. يا ابني ده يوم ما تتجوز يبقى يوم الهنا والسرور، بس قولي الاول عاوز تتجوز مين. رقية يا امي، رقية بنت عمي حسن، فاكراها؟ كانت لسه هترد مامته عليه، لكن في الوقت ده دخل رضوان اللي كان جاي من الشغل وتفاجئ من اللي سمعه. انت بتقول يا نوح عاوز تتجوز رقية بنت حسن اللي خرجنا من البلد؟ ايوه يا ابويا عاوز اتجوزها هي. انت تهفت في عقلك اياك، عاوز تتجوزها ازاي؟ زي الناس يا ابويا، البت زينه وبت حلال، وبعدين انا مش هعمل غير اللي يرضي ربنا عز وجل. رضوان بيزعل على ابنه. يا ابني انا بقول لك اجده لان انت عارف اللي فيها، حسن عمره ما هيوافق عليك. يا ابوي سيبها على الله وان شاء الله يوافق ان اتجوزها. يا ولاد احنا نفسنا نفرح بيك، بس رقية مش هتنفع. شاور على اي واحده انت ريدها وانا اجوزها لك من الصبح. وانا شاورت على رقية يا امي خلاص، ومش هتجوز غيرها، وجهز نفسك يا ابوي عشان هروح نخطبها النهارده بالليل باذن الله. رضوان بمفاجاه، لا الظاهر ان عقلك اكتر منك، نخطب مين اياك؟ انت واعي اللي بتقوله؟ ده حسن مش بعيد يكرشنا من البلد كلاتها. مش هيقدر يا ابوي، جهزوا بس نفسكم وخلوا الباقي عليا باذن الله. يا نوح يا ولدي مش هينفع، ما تخليش سيرتنا تتجاب على كل لسان. مش اهل نوح يا امي اللي يتكرشوا من مكان، خلي عندك ثقة في الله ثم ثقة فيا. روح لوحدك يا ولدي وشوف ان ما كرشكش حسن من بيته ما بقاش هنا. نوح بثقة، ما تخافش يا ابوي مش هيعمل لنا حاجة، اسمع مني وتوكل على الله. بس يا ولدي. ولا بس ولا حاجة يا امي، جهزوا انتوا نفسيكم وانا هطلع اغير وانزل اشتري الجاتو والشوكولاتة. عارف يا ولدي هسمع كلامك ليه؟ عشان عارف ان انت عقلك كبير وان انت مش هتحطنا في موقف مش منيح. تسلم لي يا ابوي، ما تحرمش منيك انت ولا امي، وربي يبارك لي فيكم. وعند رقية اللي كانت بتتكلم في الفون مع خالد اللي بقى دلوقتي عمره 19 سنة قدها بالظبط، واللي عرفت بعد فترة من مامتها عشان تحببها فيه انه يعتبر اخوها في الرضاعة. يا واد يا خالد هتلاقيهم في الدرج اللي في اوضتي. هو مين اللي بتقولوا له واد ده؟ والله ما لاقيهم، وبقيت تعالي انت شوفيهم. طب شوفهم تحت السرير، انا متأكدة اني موجودين. استنيني طيب هشوفهم. طب ايه لقيتهم؟ هو انا لحقت، بقول لك استني.
ماشي يا خالد. طب دور في الهدوم. يا خالد يا خالد يا خالد، رد علي يا خالد. يا خالد انت فين؟ نهار ابيض، انت ما بتردش ليه؟ لحسن تكون روحت خلاص. فيها يا بنت انتي؟ هو انتي بتفولي عليا ياكي ولا ايه؟ خلاص لقيتهم، يلا بسرعة عشان نبدأ مسافة السكة يا اخوي. بإذن الله انا هو في القطر. وبعد ساعة بتوصل رقية بعد ما وصلت مع صاحبتها من القاهرة في القطر. وفي الجنينة بتاعت البيت بينزل خالد مع رقية وبيبدأوا يجهزوا حاجات. وفي نفس التوقيت ده كان نزل نوح وبابا ومامته من العربية اللي كانوا بيبصوا للمكان وهم مش قادرين يتملكوا اللي بيتساقط على خدهم لما مر شريط الذكريات بتاعت السنين اللي فاتت قدامهم. بس فجأة بيتنفضوا من مكانهم لما بيسمعوا صوت جامد، وبسرعة بيطلع نوح من جيبه حاجة ما كانش حد متوقعها. وهنا تكون انتهت قصتنا النهاردة أحلى أخوات، أتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم قصتنا بنستأذنكم تضغطوا لايك وتقولولنا رأيكم في التعليقات، ولو ما كنتوش مشتركين في القناة تشتركوا فيها وتنورونا. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام عشان تاخدوا حسنات وتجاوبوا على السؤال. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.